احنا نتزوج. دابا كبرت عندي ما بين 36 و 40 وباقا ما تزوجتش. باش نتزوج عندي واحد المواصفات خاصه كنقلب عليها في الشاب، خصو يكون زوين ولا تكون فيه شي اماره ديال الزين، تقبه هنا ولا تقبه هنا ولا هنا فين ما جاب الله. ساعه ما لقيتش. نهضر لكم على الشاب المغربي، فيما كنتلقى مع شي واحد عنده مشكله في حياته، باغي يخرج مع بنت وباغي يقصر وباغي يضرب الطاسه وباغي يكمل الحشيش وباغي يبات كيزها وباغي يدير كل شيء اللي كيدار، والغد ليك يصبح يقول لك انا باغي نتشبت في مقام النبي، انا بغيت نمشي نحج ولا ندير عمره. فاش كتقول لي خدني انا كيقول لك لا ما نخرجش مع دريه كنسهر معاه بلي وكنخرج معاه، خصني شي وحده بالدارهم تكون باقا فيرج مغاربه مراه بنت اللعيبه. صافي بقيت كنتسنى ما جابش الله. دابا قلت نشوف حاجه اخرى، لعل وعسى تصدق. نيشت على واحد ولد خالتي في الطاليان، ساعة خالتي ما بغاتش ليه. عمركم شفتوا شي خاله هي كتبرك في السعد لبنت اختها؟ وانا راه هادشي واقع لي مع خالتي، ما بغات تعطيني ولدها ما خلاتني نديه. مغاربة شعب باغي يضرب الطاسه وباغي يمشي للبيران، وغد ليه يصبح يقول لك جمعه مباركه وباغي يصلي. حققت سطه وعلى البارح بيت سكران ريحتو كي القط كي الكلب. غد ليه يقول لك جمعه مباركه ويلبس قندوره ويقزب على ركبته ويج صلايه في يديه ويقول لك جمعه مباركه اخواني اخواتي في الجمعه نيته الجمعه بالليل راه في البوب يضرب الطاسه مع راساته. الشاب المغربي. ومن هذا المنبر كنقول كاع دوك الدريات اللي دايرين فيها حجابي عفاتي ودايرين الزيوف ومثبتين وحقه وزماني دابا يجيبوا لي الله اتصور اخرى بحال حالي. طفرت حتى انا لي 36 عام وانا كنتسنى في الشاب المغربي.